تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي قريبة توفيت في الأسبوع الماضي على إثر مرض عانت منه، وعليها حوالي 9 أيام من رمضان، وقد قضت منها 4 أيام وبقي 5 لم تستطع القضاء لعدم قدرتها، فما الواجب على ورثتها؟ إذا كان من رمضان القريب وماتت ولم تقضها فليس عليها شيء، لأن الوقت موسع للقضاء، وماتت قبل أن تتمكن فليس عليها شيء. أما إن كان من رمضان الماضي قبل رمضان هذا، فمن أراد أن يصوم عنها من باب إبراء ذمتها هذا شيء طيب، أو يطعم عنها عن كل يوم مسكين. نعم.